بداية اليوم حبيت أشارك معكم بعض المسلسلات الكورية اللي أنا تابعتها وحبيتها كثير. طبعا في منها القديم وفي منها حديث، بس كده كلهم حبيت أجمعهم كده في فيديو واحد وأقول لكم إيش هي أفضل المسلسلات اللي أنا حبيتها كثير وأنا أتابعها وحبيت إني أشاركها معكم. قولوا لي إذا أنتم تابعتوها، فقولوا لي تحت في الكومنتات إذا ما تابعتوها، فيلا هي فرصة إني أعرفكم على مسلسلات جديدة اتابعوها. والآن خلونا يلا نبدأ البداية. أول مسلسل حبيت أبدأ لكم فيه واللي هو أفضل مسلسل بالنسبة لي في تشانزو. شوفوا هذا المسلسل اللي راح يحبوه الأشخاص اللي بيحبوا الأكشن على دراما، بس مو دراما كثير، أغلبه أكشن وعصابات ومافيا، راح يكون هذا المسلسل المفضل لهم. قصة هذا المسلسل بتدور عن شاب سافر إلى إيطاليا وهو في عمر صغير وتبنته عائلة وحولت اسمه من باراك جون هيونغ إلى في تشانزو كاسانو، وهو بيعمل كمحامي وبيشتغل لصالح مافيا في إيطاليا، ولكن بسبب النزاعات والثارات بين المافيا انتقل للعيش في كوريا، وفي كوريا بيشتغل كمستشار وليس كمحامي. في كوريا الجنوبية هناك بتبدأ الأحداث وبتحصل مع أحداث كثيرة وكلها بتدور حول ذهب هو والمافيا مخبيينه تحت المبنى اللي هو ساكن فيه. فهذا المبنى كان مجمع سكني والذهب عمروه تحت هذا المجمع. لما جاء كوريا الجنوبية كان حابب يستخرج هذا الذهب، فبتبدأ الأحداث كيف إنه ممكن يستخرج، كيف ممكن يفضي هذا السكن أو هذا المجمع، كيف إنه ممكن يفضي من السكان ويسحب هذا الذهب من تحت المبنى. في أثناء محاولته إنه يستخرج هذا الذهب بيتعرف على محامية اسمها هونغ تشا يونغ، بيتحدوا هو وياها وبيحلوا بعض القضايا، ولكن هو بيحلها بطريقته الخاصة. فعلشان كذا ما راح أحرق عليكم المسلسل أكثر من كذا، خلينا ننتقل للمسلسل اللي بعده، مسلسل سندريلا والفرسان الأربعة. هذا المسلسل فيكم تقولوا عليه أنه درامي على كوميدي شبابي كذا، عائلي برضو يعني ممكن يكون عائلي. البطلة تبعه كيوت من قلبها، حتى الأبطال اللي فيه كيوتين، المسلسل كله على بعضه كيوت كياتة في كياتة. أحداث هذا المسلسل تدور حول بنت اسمها أون هاون، أعتقد كده اسمها إذا مو أنا غلطان، رح أترك لكم الأسامي. لا معي مشكلة أصلا أنا في الأسامي الكورية، ما بضبطها ولا بحفظها. هذه البنت نفسها تكون طبيبة بيطرية ولكن هي ما بتمتلك المال، فبالصدفة بتلاقي رجال كبير أعجب بشخصيتها وقال لها خلاص أوكي أنا بساعدك بس بمقابل إنك تأدبي للثلاثة. فهو جابها علشان تعدل سلوك أحفاده، طبعا مع ثلاث أولاد كلهم ماتوا ولكن هو بيربي أحفاده، فبيربيهم في بيت واحد مع بعض، وراحت تنتقل معاهم للعيش في البيت اسمه المنزل السماوي، فانتقلت عشان تعيش معاهم فيه وبتبدأ هناك الأحداث. طبعا الثلاثة الأشخاص هذولا شخصياتهم جدا مختلفة. أول واحد شخصية المغني المشهور، وهذا شخصيته جدا كيوتة وحتى تمثيله جدا كيوت. الشخصية الثانية الشخص اللعوب الثري اللي بيحب يبعزق بالأموال، بيحب يلفت الأنظار، يعني اللي ما حد قده في الدنيا. أو الشخصية الثالثة واللي هو شاب اللي مو حابب عيشته بالمرة، مو حابب يكون ثري، حابب يعيش حياته على كيفه، مو حابب حد يتحكم فيه ولا حابب الفلوس ولا حابب حاجة، حابب بس يعيش حياته على كيفه. والرابع اللي هو المدير أعمال أو السكرتير الخاص تبع الجد، بس ما أدري ليش هم سموه الرابع، خلوه الفرسان الأربعة، يمكن عشان عاشوا في نفس البيت مع بعض كلهم. المهم تدور بعدين الأحداث وتحب واحد فيهم، بس ما راح أقول لكم تحب مين فيهم عشان ما أفسد عليكم وأحرق عليكم الأحداث، لأن اللي تحبه غير متوقع تماما. فننتقل لبعض مسلسل True Beauty أو مسلسل الجمال الحقيقي. هذا المسلسل شبابي مدرسي، كل الأحداث بتدور في المدرسة، في كوميدي كمان وفي دراما، يعني بتاع كله. بس المسلسل جدا حبوب، البطلة والبطل جدا حبوبين. هذا المسلسل بتدور أحداثه حول بنت اسمها إيم جو، هذه البنت تتعرض دائما للتنمر من قبل أصدقائها في المدرسة، كل الطلاب اللي في المدرسة بيتنمروا عليها بيضربوها، والسبب إنه بشرتها دائما محمرة
وفيها حبوب مليان، ومثل ما بتعرفوا الكوريين عندهم الحبوب اوه شي كارثة، انه انت بشعة، برغم انه ما اشوف انه فيها شي من البشاعة، ولكن عقلياتهم انه دايما لانه متعودين على مشاهير دايما تبعهم بشرتهم ناعمة وصافية وما فيهاش اي حبوب، فدايما بيتنمروا على هذه البنت، فبتبدأ ام جو انها تغير شكلها، وبتبدأ سلسلة التغيير بانها تتعلم المكياج، ويصير عندها هوس تعلم المكياج، فبتتعلم المكياج عن طريق الفيديوهات اللي في الانترنت، وتغير شكلها كليا، وبتنتقل لمدرسة ثانية، وفي المدرسة الثانية بتبدأ حياة جديدة، وبتبدأ كل حاجة في حياتها يبدأ من أول وجديد، وتبدأ تكوين صداقات، وبتكون أجمل بنت في المدرسة. وخلال الأحداث كلها طبعا المسلسل بتحاول إنه هي ما تنكشف إنه هي عاملة مكياج، علشان إذا تعرضت لماء ما ينزل منها المكياج ويبين حبوبها، وتنكشف إنه هي مو حلوة. وهناك بتتعرف على شابين وشابين بيحبوها اثنيناتهم، وهي مع الأيام بتحبهم اثنيناتهم، ولكن بتحب واحد أكثر، واحد بتفضله كصديق والثاني بتفضله كحبيب. مسلسل زهرة الشر أو Flower of Evil، هذا المسلسل أحداثه بتدور حول اثنين حبوا بعض وتزوجوا. طبعا البطلة اسمها تشا جيمو، هي محققة، وهو بيشتغل حداد واسمه باي كين سون. هذه المحققة ما بتعرف أبدا ماضي زوجها ولا بتعرف أي شي عنه، مجرد حبته وتزوجوا بعض وخلاص. بعدين تبدأ الأحداث وهي ما بتعرف أي شي، ولكن في طريقة قتل معينة بتبدأ تثير كل القضايا تبع والد الولد اللي هي متزوجته بس بعد 18 سنة، ويبدأوا يفتحوا الملفات القديمة. بعدين بتكتشف انه زوجها اللي هي متزوجته واللي هي مش عارفة اي حاجة عن ماضيه كان ابن قاتل متسلسل، ويشكوا فيه انه هو كمان عمل جريمة قتل. وتبدأ الأحداث بانها حابة انها تكتشف ماضي، وهو بيخفي ماضي وبيخفي انه هو قاتل، ولكن في النهاية تنقلب كل الموازين وتكتشف الحقيقة اللي هو ظل خافيها السنين كلها، حقيقة جدا غير متوقعة. فبعدين تبدأ الأحداث كيف تكتشفه، وبعدين كيف تغطي عليه عند الشرطة ومن هذه الأمور. مسلسل أحفاد الشمس، هذا المسلسل بصراحة يعني ما شدتني قصته كثر ما شدني اللي صار من بعد هذا المسلسل. اللي صار من بعد هذا المسلسل هو البطل والبطلة تبع هذا المسلسل اتزوجوا في الواقع بعد ما مثلوا هذا المسلسل، فعلشان كده تحمست أشوف إيش المسلسل اللي خلاهم يتقربوا لبعض ويتزوجوا، إنه تبدأ قصة الحب بينهم. طبعا المسلسل هو رومانسي، رومانسي على أكشن. تدور أحداث هذا المسلسل حول ضابط أو قائد في وحدة العمليات الخاصة، وتبدأ من أول لقطة، يبدأ يعني من أول المسلسل يبدأ بينهم مشاحنات، هي ويا هي فاكرة إنه هو رئيس عصابة ومجرم وكذا، فتاخذ منه موقف، بعدين تحصل معاهم مشكلة في عملها، فالمدير تبع المستشفى تبعها يرسلها إلى مدينة ثانية اسمها أوراك. هذه المدينة فيها حرب، فهي تروح تعالج مصابين من الحرب وكذا، ويكون نفسه هذا القائد أو هذا الضابط ينتقل معاها ليكون معاه مهمة خاصة في هذه البلد اللي هي أوراك، فيلتقوا اثنيناتهم مرة ثانية، وتبدأ بعدين الأحداث بينهم، وتبدأ قصة الحب، يبدأ يحميها، هم هناك ينتشر مرض بيناتهم، فبعدين تبدأ هناك الأحداث وتبدأ الدراما وكذا. بس بالمجمل هو المسلسل كتير حلو، صح انه قديم من عام 2016 ولكنه حلو فتابعه. مسلسل ذات الثلاثين لا تزال في السابعة عشر، هذا المسلسل فيكم تقولوا عنه كوميدي على دراما على رومانسي، ولكن ميال اكثر شي للدراما، يعني في حزن في دموع في كذا. قصة هذا المسلسل عن بنت تعرضت لحادث وبعدين دخلت في غيبوبة، وجلست في الغيبوبة إلى عمر 30 سنة، ولما وصل عمرها لل30 سنة صحيت من الغيبوبة. وبعدين تبدأ الأحداث بأنها مش مستوعبة إنه هي الآن عمرها 30 سنة، وهي فاكرة إنه عمرها 17 سنة. تغيرت شكلها، تغيرت ملامحها، وتغيرت كمان عيشتها، صارت البيت اللي كانت تملكه صار ما في معاها بيت تملكه، البيت انباع لناس تانيين. فلذلك بتبدأ بعدين الأحداث إنها تدور على عمها اللي مو عارفة فين طريقه، لا عمها ولا زوجة عمها، وهم الوصيين عليها. بتقابل شاب، هذا الشاب اللي بتقابله بيكون هو نفسه اللي عايش بدوامة إنه هو السبب في إنها ماتت، لأنه هو كان بيحبها وهي كانت بتحبه بس هم صغار. بعدين بتبان الحقيقة في الحلقات الأخيرة إيش اللي صار بالضبط،
وهل هو له ذنب او ما له ذنب. وبس، وهذا الملخص علشان ما احرق الاحداث عليكم في هذا المسلسل. مسلسل مس كوين او مسلسل السيدة الملكة، هذا المسلسل جدا كوميدي يخليكم تضحكوا. هو صح تاريخي خيالي درامي، بس فيه الكوميدية جدا عالية. البطلة والبطل جدا لطيفين، خاصة البطلة مرة تضحك. قصة هذا المسلسل تدور حول شخص اسمه جانغ بوانغ هانغ، أتمنى أكون نطقت الاسم صح. المهم، هذا الشخص بيشتغل في البيت الأزرق، ولكن تعرض لحادث، وفي هذا الحادث كان راح يفقد حياته، ولكن دخلت فيه روح ملكة مملكة جونسون. هذه الملكة هي في العصر التاريخي، في عصرهم القديم، في عصر المملكة، مملكة جونسون، هي داخلة في غيبوبة، وهو دخل في غيبوبة كمان. هو كان في العالم المعاصر اللي هو يعني في الألفينات، في عام 2021، فروحهم تبادلت، صار جسد امرأة ولكن عقل وروح رجل. تبدأ الأحداث وهو في المملكة، كيف مش قادر إنه يتقبل شكله، إنه هو رجل وإنه صار صوت بنت وإنه هو متزوج من الملك. فتبدأ الأحداث وتدور إنه كيف يثبت لهم إنه هو رجال مو بنت، ولكن بعدين لما يشوفها مظلومة يحاول إنه يتأقلم مع الحياة الجديدة تبعه في مملكة جونسون، ويبدأ يتعامل كملكة. طول المسلسل هذا أنا جالسة بضحك عليه، أنتوا تتخيلوا إيش ممكن يصير، يعني إنه هو رجال بس يكتشف فجأة إنه جسد بنت، فتخيلك إيش ممكن يصير. كمية الضحك اللي في هذا المسلسل جدا كبيرة. وصلنا لهذا الفيديو، إن شاء الله يكون فيديو عجبكم واستمتعتوا فيه. لا تنسوا تعملوا هذه الفيديو لايك، وكمان تشتركوا في القناة، وأنا أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.